علامة فارقة في النضال الشعبي الفلسطيني الحديث باستمراريتها ونجاحاتها على مختلف الأصعدة. اليوم نلقاكم مشاهدينا على أرض قرية بلعين الصغيرة حجما والكبيرة فعلا وعملا. أستاذ عبد الله أبو رحمه المنسق للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهلا وسهلا فيك في حلقتنا. يعني في البداية إحنا بنعرف قرية بلعين يعني وسمعنا عنها وقلها صدوها في الإعلام خلينا نحكي الفلسطيني والعالمي أيضا، لكنها قرية صغيرة قدرت أن تحقق نتائج يعني يرفع بها الرأس بشكل عام فيما يتعلق بمقاومة الاستيطان. احكي لنا أكثر عن هذه القرية وعملها النضالي في السنوات الأخيرة وأيضا قديما. يعني بلعين قرية تقع إلى الغرب من مدينة رام الله حوالي 17 كيلو متر. هي قرية وادعة، حتى في مساحتها هي أراضيها صغيرة، ما يقارب 4000 دنم كل المساحة الكلية للأرض. عدد سكانها حوالي 2000 حاليا 2500 نسمة. وحينما يعني تاريخيا منذ بدء الاحتلال هي تعاني من الاستيطان ومن مصادرة الأراضي. بدأت في عام 81 بمصادرة جزء من أراضيها، جزء بسيط، لبناية مستوطنة نتاتياهو. وفي بداية التسعينيات أيضا تعرضت أراضيها لمصادرة لتوسع مستوطنة قريات سيفر، والتي هي جزء من ما تسمى بمستوطنة مدعين عليث. وفي عام 2004 جاء قرار ببناء الجدار على أرضها، ويصادر ما يقارب 52% من مساحة الأرض الكلي. وبالتالي كان اللقاء مع أهالي القرية والتشاور ماذا يمكن أن نفعل لإفشال هذا المخطط، لإفشال بناء الجدار. فكان تشكيل اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان اللي أخذت على عاتقها إنها تتابع هذا الملف، واللي هي من مكونات الفصائل الفلسطينية والعائلات والمستقلين والنشطاء والمؤسسات القرية ككل. ومن ثم انطلقت بمتابعة الفعاليات الشعبية والمتابعة الملف القانوني أيضا لهذا الملف. طبعا يمكن ما يميز قرية بلعين هي الاستمرارية في هذا النهج، خلينا نحكي النضال الشعبي اللي شكل نموذج للنضال الشعبي الفلسطيني، وايضا هو مستمر وبشكل دائم. ما سبب استمراريتكم ايضا والثقافه اللي بنيتوها، الثقافه الوطنيه اللي بنيتوها في هذه القريه؟ نعم، يعني ممكن نتحدث هون عن عده نقاط. اولا يعني الحديث عن انه ما هو الهدف. كان من الدرجه الاولى انه في هناك مستوطنه ستبنى على الارض، هاي واحد. واثنين اللي هو بناء الجدار اللي بيخدم بناء المستوطنة اللي راح تبنى. وبالتالي كان من اللحظة الأولى إنه أن نكون أو لا نكون. إذا رضخنا الأمر الواقع بقرار الاحتلال، معناها فيش إلنا أراضي إلا وين مساكننا. وهون إما بدنا نشتري أراضي من القرى المجاورة، أو بدنا نهاجر على المدينة، أو بدنا نهاجر برا الوطن، واللي هو كلنا هذا تهجير جديد. وبالتالي كنا نريد أن نكون بمعنى أن نرفض هذه القرارات. وبالتالي وضعنا هدف وبدأنا نعمل من أجل هذا الهدف. بالدرجة الأولى كان لقاءاتنا مع نشطاء السلام الإسرائيليين ومع المتضامنين الدوليين. في 2005 كان في حراك دولي كبير بيجي على المنطقة، ومن ثم من خلال ذلك بلورنا بأننا سنكون بهذا الاتجاه بالمقاومة الشعبية. ونحن بنحكي عن فترة يعني كانت قبلها انتفاضة الأقصى، واللي سمتها كانت المقاومة العسكرية. وهنا بننتقل لمرحلة اللي هي تولي أبو مازن، وفي دعايته الانتخابية في 2005 بيحكي عن المقاومة الشعبية والبعد عن العسكرة وما إلى ذلك. كان إنه بنوع منا بإنه حاولنا إن إحنا نبحث عن مكان القوة تاعتنا. إحنا جيل الانتفاضة الأولى ولمسنا قديش أهمية الانتفاضة الشعبية، فبالتالي لقطنا هذا الموضوع مع المعززات أولا المحلية ومن ثم الدولية، وبعد قرار محكمة لاهاي بأنه الجدار والاستيطان غير قانوني وغير شرعي. فبالتالي كان هناك مسوغ محلي داعم وقانوني ودولي، وبالتالي كانت الانطلاقة بالفعاليات الشعبية. هنا الحديث عن إنه المقاومة الشعبية ليست هي فقط مؤقتة هنا وهناك. المقاومة الشعبية بدها نفس طويل، بدها استمرارية في الفعاليات. والنقطة المهمة اللي تميزت فيه بلعين الإبداع. الإبداع في أساليب المقاومة. إحنا عندنا هدف، استراتيجية واضحة في هاي القضية، لكن نحتاج إلى تعديد من تكتيكات ووسائل وأساليب وتنوع وإبداع فيها حتى لعدة أسباب. أولا اللي هي نوصل الرسالة صح ونوصلها، نجلب أكبر عدد ممكن من المتضامنين المحليين والدوليين، وأيضا نجلب الإعلام اللي هو العنصر الثالث المهم، إنه أن يكون توظيف قضيتك بصورة صح، نقل رسالتك للعالم بصورة صح، وهذا بنحتاج للإعلام، واللي كان كل فعالية يجي الإعلام يحس إنه جاي على فعالية جديدة ويقوم بنقل هذه الأحداث اللي لاقت حضور. والنقطة المهمة إنه إحنا كنا باتجاه المقاومة الشعبية، وبالاتجاه الآخر جيش من المحامين والقانونيين اللي بيساندونا واللي بوظفوا فعالياتنا وطرق نضالنا بطريقة جيدة في المحاكم، اللي أثبتت بأنه الجدار مش زي ما بقول الاحتلال هو جدار أمني، هو جدار لسكة الأرض ولبناء المستوطنات. فبالتالي هاي العوامل مع وحدة أهالي القرية، مع تكاتف الجهود، أيضا كلها ساهمت في هذه التجربة المشرقة. طبعا أنت تحدثت عن استمرارية، لكن خلال هالاستمرارية تم تحقيق مجموعة من الأهداف، منها هدم جزء من جدار الفصل، وأيضا استعادة جزء من أراضي القرية. يعني أهمية هذا الموضوع، تحقيق النتائج لو كانت يعني محدودة في مراحل معينة، يعني ما أهميتها كان وكيف كان أثرها على خلينا نحكي المجتمع سواء فلسطيني عامة أو في بلعين بشكل خاص؟ يعني النتائج فيه لها ثمن، ممكن نحكي عن الثمن اللي دفعته، ولكن نعم هناك يعني في أثناء الفعاليات كان في هناك نتائج ملموسة، بأنه كثير من الأوقات كان الاحتلال يحاول يفرض أن يمنعنا نتواجد في المنطقة. كنا نحقق إنجازات في ذلك اليوم، يعني هناك انتصارات في نفس اليوم، ولكن على الصعيد بالمجمل لو بدنا نقيم التجربة نعم. بالبداية من الإنجازات، أولا تغيير مسار الجدار، هدم الجدار بالضبط على أرض الواقع قبل 10 سنوات بالضبط من هذا اليوم، حيث في 27/6/2011 بدأت الجرافات بالهدم، مع أننا حصلنا على قرار من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بهدم هذا الجدار من 4/9/2007. حصلنا على هذا القرار، ولكن لم نثق بقرارات المحكمة، استمررنا في فعالياتنا حتى كما ذكرت بعد حوالي 5 سنوات من القرار حتى أهدم. فبالتالي هدم الجدار وإعادة ما يقارب 1000 دنم لأهالي القرية والقرى المجاورة، خربثة وصفة، اللي هي كانت المتنفس لأهالي القرية. الشق الثاني أنه تم إلغاء المخطط لبناء مستوطنة ضخمة على أراضينا. كان من المخطط أن تكون مدعين عليث رابع أكبر تجمع في إسرائيل، وهي طبعا حتى الآن أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، ولكن كان من المخطط أن تكون 300 ألف مستوطن في هذه المنطقة. أفشلنا هذا المخطط وبحمد الله. والنقطة الثالثة والمهمة، إحنا زرعنا ثقافة المقاومة الشعبية لدى النشء، لدى الجيل. طبعا يعني هذا فيما يتعلق خلينا نحكي بالنتائج، أو لو كانت مستمرة زي ما ذكرت ودائمة، والاستمرارية دائمة مهمة جدا. لكن بدنا نحكي عن التضحيات اللي قدموها أهالي بلعين، سواء من أسرى، من جرحى، وأيضا من شهداء في هذه الأرض. وهي التضحية طبعا احنا بنعرف أن هي ضرورية، وطبعا يعني لا تخلو المقاومة بكل أشكالها من التضحيات. لكن احكي لنا أكثر عن هذا الجانب في بلعين، جانب خلينا نحكي السيء أو المظلم، أو اللي فقدنا فيه ناس احنا بنحبهم، واكيد يعني لهم محبينهم ولهم قيمتهم طبعا في هذا المجتمع. يعني الاحتلال استخدم كل الوسائل لقمع هاي الفعاليات كما ذكرت، لأن كان هناك إرادة قوية وكان هناك تحدي بأنه إرادتنا وإيماننا بحقنا هي أقوى من كل الأسلحة اللي بيستخدمها الاحتلال. الاحتلال استخدم أسلحة جديدة لأول مرة، وأيضا سوق هذه الأسلحة في يعني معظم دول العالم أنها مجربة وفي بلعين، وأنه هاي الأسلحة كما ذكرت للقمع، سواء كان ذلك بالمياه العادمة بأنواعها، الإسفنج، المطاط، الغاز بأنواعه، أيضا استخدم وسائل عقاب كثيرة، منها الحصار على القرية، وضع الحواجز ومنع الدخول والخروج، بالإضافة إلى وضع منع التجول، بالإضافة إلى منع التصاريح للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى الإشاعات اللي نشرها وحاول إنه يشوه صورة القائمين واللجنة الشعبية والمناضلين والنشطاء، التهديدات المستمرة، المداهمات الليلية اللي كانت ليليا تصير مواجهات في الليل، واللي هذا بجوز ما انتشرش كثير، بس ليليا كان هناك محاولة اعتقال، محاولة تخريب، واللي كان كمان اهالي القريه يتصدوا لإلها. طبعا يا شكرا لك استاذ عبد الله ابو رحمي على كل هذه المعلومات، وبكل تاكيد بنثمن صمودكم في هذه المنطقه، وايضا نحيي جهودكم الجباره للصمود فيها ايضا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. أستاذ راني برناط، أحد المصابين برصاص الاحتلال في قرية بلعين، واللي تعرضت طبعا زي ما احنا شايفين لإصابة صعبة في بداية زي ما فهمت في الانتفاضة الأولى الثانية عفوا، احكي لنا أكثر عن طبيعة إصابتك، كيف كانت وكيف أثرت على حياتك لحد اللحظة؟ اسمي أول شيء اسمي راني عبد الفتاح برناط من قرية بلعين. صوبت في بداية الانتفاضة يوم شرون داخل الأقصى. صوبت في منطقة البلوع رام الله. صوبت في 30/9/2000 بداية الانتفاضة الثانية. قناص إسرائيلي طخني في ركبتي وخرجت من عمودي الفكري، سوت لي شلل كامل نصفي، وبالاضافه لجلطه في الجنب الايسر من الدماغ، وفي 12 نقلونا على مدينة الحسين الطبية لحالة، يعني عشان حالتي بكت حرجة، نقلونا بالطيارة على مدينة الحسين الطبية، وقعدت هناك ما يقارب 6 أشهر، وقعدت موت سريري مش ذاكر بس أظن 2 شهرين. ورجعت هنا على بريا كإعادة أخرى 6 شهور لإعادة تأهيل. لإعادة تأهيل، يعني في بريا ظليت تقريبا هذا 6 أشهر نوم كامل، وغير إني أطلع وأروح أجي وأروح، قعدت تقريبا 1 سنة. يعني أنت برغم من إصابتك وبرضه كانت بشكل مباشر استهداف مباشر من جنود الاحتلال، أنت مستمر في دائما موجود في التضامنات، دائما موجود في الفعاليات اللي بتكون في القرية، على مستوى القرية وأيضا على مستوى الضفة. خلينا نحكي شو سبب تمسكك بهذا الموضوع؟ يعني في ناس كثير بيتعرضوا لهيك إصابة بيبعدوا، يعني ما بيطل لهم علاقة، أنت شو سبب تمسكك فيه؟ أنا حبي لأرضي وحبي لوطني هذا اللي مخليني متمسك في الأرض. فلسطين أغلى من كل شيء. كلنا يعني مشاريع شهادة إن شاء الله، وهذه يعني عندي قناعة، يعني الواحد بس مرة واحد بموت. وانت زي ما ذكرت صار عندك هلا اطفال، يعني وانتوا في مكان في مواجهة مستمرة مع الاحتلال، بتخاف عليهم، بتشجعهم يروحوا يشاركوا في فعاليات خلينا نحكي الفلسطينية الوطنية اللي بتصير، ولا بتخاف عليهم؟ كيف طريقة تعاملك معهم؟ والله يعني فيش واحد الا بخاف على اولاده، يعني صراحة. الي ابن اخوت استشهد قبل 40 يوم. في نفس اليوم أخذت أولادي ورحنا على المظاهرة، والأمانة يعني صدمة، يعني كأنه واحد من أولادي اللي راح. هذه في الدم، هذا إشي في الدم بغلي، يعني زي ما أنا نضلت أولادي بتني ناضلة، وزي ما أنا نضلت أبوي ناضل. طبعا وهذا شيء مستمر، وواضح جدا انكم انتم ماشيين على هذا النهج يعني في هاي القريه. بالضبط، يعني بدي كلش، فيش حدا في بلعين الا صوب، فيش الا اعتقل، فيش الا عنده شهيد، يعني اكثر القريه الا ضرت من الاحتلال. ولساتكم مستمرين طبعا في هذا النضال. يعني احنا عارفين انه يعني احتلال يعني صعب، بس بردتنا وبقوتنا ان شاء الله كل شيء بزول. شكرا لك استاذ راني على كل هاي المعلومات، والف حمد لله على سلامتك ان شاء الله. تسلم، الله يخليك، شكرا. الأستاذ أحمد أبو رحمي شقيق الشهيد باسم أبو رحمي وأيضا الشهيدة جواهر أبو رحمي، أهلا وسهلا فيك. يعني أنت برضو يعني واحد من الناس اللي أيضا عانيت، بالإضافة لكونك أخ شهداء، لكن أيضا كان عندك إصابة سابقة وأيضا تم اعتقالك في أكثر من مكان. شو سبب انتمائكم الكبير لهذه البلد والتضحيات اللي أنتم قدمتوها كعائلة أبو رحمي؟ احكي لنا أكثر عن عائلتكم وتقديماتها وتضحياتها اللي قدمتها لأجل هذا الوطن في هذه الفترة. لأن فلسطين هي للجميع، ونحن جزء من هذه الأرض ومن هذا الوطن، فنحن لذلك نقدم أرواحنا ودمائنا من أجل فلسطين. طبعا احنا مثلنا مثل باقي العائلات الفلسطينية التي تعاني من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يقوم بمصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين. في عام 2014 في عام 2004 عفوا قامت جرفة الاحتلال بتجريف أرضنا الشخصية الخاصة فينا، يعني اللي احنا بنعتاش منها، فهبنا بالدفاع عنها. فعلا احنا واهالي البلد واهالي القرية عندما صادر الجيش الأرض وحاول يمنعنا من الدخول إليها، فبدأنا من هناك أن احنا نكون في خط المواجهة مع هذا الاحتلال. فعلا تم تصوبنا احنا جميعنا، تم الاعتداء علينا، ولكن احنا استمرينا في مقاومتنا لهذا الاحتلال. سقط اخويا باسم في 17/4/2009، كانت يوم الأسير الفلسطيني، ولكن هذا لم ينهينا في مقاومتنا للاحتلال الإسرائيلي. استمرينا. سقطت جواهر في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية 1/1/2011. لم ننهي المشوار، نحن مستمرون حتى إزالة هذا الاحتلال عن أرضنا. فعلا أنجزنا بهدم جزء من الجدار واستعدنا جزء من الأرض المصادرة، لكن نحن اليوم مستمرون حتى إزالة ما تبقى من المستوطنين الجاثمين على أرضنا. طبعا يعني أنت حكيت يعني مش استشهاد شقيق واحد بس، شقيق وشقيقة أيضا. يعني قديش هذا الشيء ممكن يأثر على الشخص، على الأخ؟ نحن بنعرف قديش قيمة الأخ والأخت بيكونوا في حياة الشخص. قديش أثر عليكم أنتم في حياتكم، في بيتكم؟ كيف تعايشتوا مع هذه المواقف الصعبة؟ يعني فعلا هي موقف صعب عندما أنت تفقد أخوك أعز من روحك، سندك، ظهرك، يعني كل شيء في حياتك. ولكن إيماننا القاطع بعدالة قضيتنا وبالدفاع عن أرضنا كان هذا حافز قوي إن إحنا نصمد ونتحدى. فعلا في هناك فراغ في البيت، في هناك أصوات اختفت من الدار، لكن زي ما حكيت لك نضالنا وصمودنا وحبنا لهذا الأرض، وكان هناك مئات من الشهداء، كان هذا برضه حافز يعزز ويعطينا القوة ان احنا نصمد ونصبر ونتحمل ونحتسبهم شهداء عند الله. مهما قدمنا من تضحيات بنضل يعني صغار قدام آلاف من الشهداء والقادة الذين قدموا على تحرير فلسطين. طبعا شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد على هاي الاستضافة، وأيضا طبعا الرحمة لإخوتك الشهداء باسم وأيضا جواهر أبو رحمي. شكرا جزيلا لك أستاذ. تحياتي أهلا، شكرا. أحمد أبو رحمي والد الشهيد باسم أبو رحمي وأيضا الشهيدة جواهر أبو رحمي، أهلا وسهلا فيكي. يعني بدنا نحكي شوي عن الشهداء باسم وجواهر. يعني أنت باسم الله يرحمه استشهد في 2009، الله يرضى عليهم، والله يرضى عليهم يا رب، و2011 استشهدت جواهر. احكي لنا عن 1/1/2011 صحيح، وباسم في 17/4/2009 مضبوط. كيف كان باسم بالذات؟ كيف عرفتوا لما عرفتي خبر استشهاده؟ كيف تعاملتي مع الموقف؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هذا أول ما استشهد باسم، أو قبل ما استشهد أظن بساعة بساعتين، فكنت أزرع بامية واجي سأل جواهر وين امي يا جواهر الله يرحمها اخرية، قالت لا امي بتزرع في بامية. قال بهالشوب الوقت هذا يعني بكت يعني تقريبا قبل الظهر بشوي. والله اجى علي جراي قال لي حلي اجعلهن عمرهن ما يطلعن هالباميات يصيب شوبه. قلت له يا ابني بهمش. قال يلا روح مشان نتغدى انا وياك واخوتي. روحنا بكت جوار مسويه طابخه وتغدينا وياكل هو بسرعه يعني بسرعه، واخوه عبر يعني يتحمم اطلع من الحمام عبر كبله ودار هنا حاله وطار. وقل لي ليش انت ليش مستعجل؟ قل لي انا والله يما بس بدي اروح على الجدار على المسيره. راح صلى الجمعه وظل رايح على الجدار يعني ما بفش تقريبا ابو هيدي الساعه اللي جايين جيران جارتنا جايه تعيط. بقولها شو في؟ قل لي بس من جرح. قلت له ما هو كل جمعه باسم بنجرح وبتعالج وبروح من المستشفى. هو بكى يعني ناشط ومقاوم ويحب الناس والناس تحبه ووجه البلد ويعني شو بدك كلش، هو انسان بسيط انسان بسيط، بكى يساعد الناس وما يساعدش حاله. والله صل على سيدنا محمد. واجت الحرمه قعدت تعيط قالت لي جواهر يلا بدنا يما نروح على المستشفى مجروح باسم. قلت لها يلا. رحنا وصلنا باب تلال انعاش في المستشفى. لا الصحافه ملان هناك صحافه. بقول الله يستر يا جواهر ابصر شو فيه يعني ملان صحافه. بتقول لي والله يما الله يستر. رحنا على باب الطوارئ تلال المستشفى القديم هذا اللي حكومي اللي الناس بتعيط وفي ناس من بلدنا اخرين بعيطوا. قربت شوي اللي سمعت احمد وسمير بعيطوا. بقول لهم هذا سمير واحمد شو مالكم يما؟ قال اخونا استشهد. قلت الله يرحمه ويرضى عليه طلب الشهاده ونالها والحمد لله رب العالمين الحمد لله. الله يجعله من الفردوس الأعلى يا رب ويجمعنا احنا وياه في جنات النعيم ويرحم جميع الشهداء والشهدات والله يرضى عليهم. شو بده الواحد يسوي؟ والله شو بده كلش. وجواهر أخرية الله يرضى عليهم الله يرضى عليهم شو بده الواحد يسوي؟ واللي يما إن شاء الله يما حجتك علي أنت إن شاء الله حجتك علي. وطلعت حجت علي. الله يرحمهم يا رب. يعني جواهر استشهدت في 2011 وباسم 2009 ولليوم الحرقة زي ما هي. الله يرحمهم يا رب. والبعد ابن قطع من الجبل الابن والواحد بنسبناه والله ما بنسبنا بيضل الكلب مجروح تنى الواحد يموت والكلب مجروح ما بنسبنا ولا بنسى الليلة. وجواهر بكيت يوم ما أزعل ولا أمرض ولا إشي تيجي لديالي تسكيني كاسة المي تسكيني حبة الدواء وتحن علي وتروح وتجيب وتحط للدار. بدي اسوي الحمد لله رب العالمين الله يرحمها ويجمعنا نحن وياها بجنين النعيم ويرضى عليه. الله يرحمهم يا رب. نصيب يرحم جميع الشهداء يا رب ويفتح الأسرى وينصر يا رب فلسطين، ينصر أمة محمد، ينصر الشعب الفلسطيني ويوحدهم يا رب، يوحدهم مع بعض، يوحدهم إن شاء الله يا رب. الله يرحمهم يا خالتي، شكرا كثير لك. الله يا رب يرضى عليهم. الله يسعدك يا رب. وجمعنا أنا وياهم بجنة النعيم. بده الواحد يسوي نصيبه. للكرامة والصمود ثمن باهظ يدفع بالأرواح وبالدماء الطاهرة، وبالعين هي خير مثال على ذلك، فقدمت الشهداء والأسرى والجرحى إيمانا منهم بعدالة قضيتهم. كنا معكم اليوم في حلقة من قرية بلعين، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، انتظرونا. إلى اللقاء.